تعرفوا أن اللجنة راهي تجي من المنظمة العالمية للتهجئة حتى البلاد التونسية، يعطيوا زوز مليمات المدير المدرسة على اللجنة اللي هدية زوز مليمات تتناسب مع كلفة اللمجة في الستينات في السبعينات اللي كانت 70 مليم كلفة اللمجة، وكانت النسبة نتاع المدير 2 مليمات من 70 على اللمجة كلفتها دينار و6 مليم، ومدير المدرسة ما زالت الوزارة تريد أن تقاضي 2 مليمات. ونعلمكم الناس الكل اللي زملائنا زميلاتنا المديرات والمديرين التحية لهم رفضوا منذ 3 سنوات أنهم يعمروا الورقة ذيك ويتحصلوا عليها 2 مليمات، وقاعدين يقدموا في المنزل أبنائهم في المدارس بالمجان على خاطرشهم، ورغم أنه ثم الكثيرين طالبوا بمقاطعة معناتها هذه الخدمة، وما على الوزارة إلا أنها توظف ناس يمشيوا ويوكلوا تلامذة، لأنه بغياب معناتها الإجراء هذية زملائنا واصلوا على خاطرشهم يحسوا على تلميذات اللي يجيو ويقضيوا الساعات في المدرسة وما عندهمش لمجة، واللمجة هذيك تعرفوا اللي في وقت من الأوقات وهاو الكبار الكل يسمعوا فيها ويتذكروها كانوا قبل ما يهيبوش على المدرسة باش يتحصل على كلهم جهازة شيخ دفتور صباح باش ياخذوا فطور صباح. مدام أمل رضويني وتحية لك، خطر أنا هذا صوت المعلم اللي حب نسمعه في الأعلام الحقيقة، هذا يا خطر قعدنا نعمله في عارك زيد ومزايدات مزايدات راهو بين التلميذ والمعلم ما تفيد حتى حد، تضر مستقبل تضر بلاد ما عندها شكون تفيد. احنا رانا احنا ما نحشموش كيف نقولوا نحبوا نطالبوا بحقنا، احنا نقولوا بواجبنا ونكون نحبوا حقنا اللي هما مدام المطالب. كان نقول لك اعطيني هكا رؤوس اقلام المطالب اليوم شنو هو بالضبط؟ احنا عندنا مطالب ماديه، احنا عندنا بطبيعه الحال تفعيل محضر جلسه مارس 21 تفعيل محضر جلسة 16 نوفمبر 22 ومطالبنا المادية اللي هي منحة اللي في المطالب اللي مطالبنا المادية اللي في اللائحة المهنية ومنها معناتها تم منح معناتها تحسين منح الالتقاءات المهنية الالتقاءات المهنية منحة الجهد البيداغوجي منحة انتهاء الخدمة للمربين، هذو ما هما معناتها مطالب مادية جديدة هذية مدام أمال رضواني ولا الكلهم وقع الاتفاق فيهم؟ هذو ما مطالب منذ مارس 21 وأنجزنا فيها إبراد 7 و8 أبريل 21 وقاعده المطالب هذه سمح لي ابريل 22 اي وقاعده المطالب تراوح نفسها حتى اللي تعمل المؤتمر الجامعه العامه في 22 وخرجت اللائحه في 29 اوت 22 وزاره التربيه وخلصت عليها الاحتجاجات نتاع سبتمبر على خلفيه عدم معناتها تفعيل الاتفاق نتاع 2018 مع الزملاء النواب الدفعه الاخيره وما زالت هذه المطالب تراوح نفسها، ما هيش مطالب جديده هي مطالب قديمه من اجل تعزيل المقدره الشرائيه. تعرف احنا في البلاد هذه ما نقولوش تحسين اجره المربي المعلم ما هيش قادره باش تكري له وتخلص له الماء والضوء وتوكله وتوفر له حاجياته الاساسيه هو ابنه. فلا يعني مطالب شوف انتوما من اول المطالب هذية قديش زادت نسبة التضخم وقديش طاح الدينار بارابور على اليورو قديش معني مشاكل اقتصادية بعد، لكن قعدت نفس المطالب موجودة. نزيد نحب نعطي معلومة خلي الرأي العام يسمع. اي زملائنا وزميلاتنا دفعة 22 اللي دخلوا السنة يخدموا من خريجي التربية عشان الوليدات اللي محلاهم اللي خذوا البكالوريا بمعدلات ممتازة واختاروا باش يعملوا شعبة التعليم وجيل، والناس الكل قالوا احنا حاجتنا باش معناتها نعملوا جيل جديد من المعلمين والمعلمات. وزملائنا زاد نتاع الدفعة الأخيرة للنواب نتاع 22 زملائنا هذوما أما شكون إلى حد الآن مازال ما خذوش أجرته من بداية السنة إلى الآن. في بالكم اللي زملائنا اللي في نابلة دخلوا في إضراب جوع وحشي والبارح نقلوا واحد من الوليدات هذوما الشبان معناتها للمستشفى على خاطر ما تقضاش اجرته. معناتها وزاره التربيه وقت اللي تقول باش نخلصهم قبل العيد الصغير يقعدوا يقطروا بالدفعه كل مره مجموعه يخلصوا مجموعه يقعدوا الى حد الان.
ثم زملاء الى حد الان، ثم معناتها زملاء هذوما راهو من قادس ومن قصه ومن سيدي بوزيد في نابل وفي بن عروس وفي بن زرت ميم با ماهمش في ديارهم معناها ميم با الريسك باش يطرد يعني من دار هو كريه. راهم هذوما راهم ابناء الشعب، رانا كي نحكيو على التلامذة ابناء الشعب او زيد المعلمين راهم ما جبناهمش من موزمبيق، راهم ابناء الشعب، ابناء الشعب الكادح اللي بوه وامه خدموا عليه وقراوه ومازالوا يصرفوا عليه الى حد الان، يخلصوا له في الكري وفي الماكله نتاعو في التنقل نتاعو باش يمشي يقري ابناء الشعب. واضح. وما يخلصش في اجرته. واضح واضح مدام. بالحق راهو الوضع الحالي راهو وضع نتاع الناس الكل يلزم تقتلوا، على خاطر مش فقط مش فقط التعليم الاساسي مسؤول على الوضع الحالي، رانا كلنا مسؤولين وراهو دفاعنا على المؤسسه العموميه في نقاطنا في لائحتنا المهنيه، يعني قلت لك انا على المطالب الماديه واضح. لكن زاد عندنا مطالب تخص تطوير البرامج وتخص معناتها الاعتناء بالبنية التحتية للمدرسة باش تولي فضاء جالب للتلميذ، وباش التلميذ راه التلميذ نتاع تويكا ماهوش التلميذ نتاع السبعينات باش يقعد ولا نتاع الستينات باش يقعد يقرا في نفس الفضاء هذاك اللي تعمل في الستينات، نفس الطاولة ونفس السبورة والتباشيرة. صحيح. هذيك هي اللي مش متوفرة. واضح واضح مدام امال رضوان. المدير. واضح ليلى، شكرا لك مدام امال رضواني. قلت انتم ضد الارتقاء الالي، الخطوات اللي بعد هذا شنو نستناو مدام امال بوفيني؟ احنا انهينا معناتها وقفاتنا الاحتجاجيه الجهويه بطويكه، معناتها المربين الكل منغمسين كما قلت لك في انجاز الامتحانات. ايوه. بعد انجاز الامتحانات باش يكون هناك يوم غضب وطني. وقتاش مدام؟ مدرسي بعض الامتحانات باش يقوموا بمدرسي ومدرسات التعليم الاساسي. ديما ناكدوا ماذا بينا نتوصلوا للحلول، ماذا بينا وزاره الاشراف معناتها تدعونا لتفاوض يكون تفاوض جدي، هي تعلم جيدا طلباتنا ونقاطنا، وراهو احنا مستعدين للتفاوض ولايجاد نقاط التقاء حتى يحل هذا الاشكال، وماذا بينا في اخر السنه نمدوا تلامذتنا بكرنياتهم وجوائزهم ونقوموا بالحفله المدرسيه اللي تعودنا نقوموا بها واللي معناتها حفلاتنا حفلات عائليه تلتقي فيها الاسره الصغيره بالاسره التربويه بابناء التلاميذ، ويكون العرض الحقيقي لانتهاء السنه الدراسيه ان شاء الله. وهذا نتمنوه الناس الكل. شكرا لك مدام امال رضواني على كل هذه التفاصيل. كانت معنا الكاتبه العامه المساعده للجامعه العامه للتعليم الاساسي نبيل. نحب نشكر السيده امال طبعا، تمنيت وانا قعدت معنا حبيت نوجه لها سؤال مباشر. ما زلت معنا مدام امال رضواني، تفضل مدام امال، معك نبيل خيرات، تفضل نبيل. اهلا استاذتي الكريمه، حبيت نقول لها ساعه شكرا لان رجعتنا شويه للزمن الجميل، حكيت لنا على قدسيه التعليم وعلى رفعه المعلم، هذا مهم جدا في مجتمعنا اللي ما زال يحافظ على على البعض من هذه القيم الحقيقه الكريمه على الاقل. انا نتفاهم برشا، وانه اللي قالته السيده امال رضواني فيما يتعلق بعلاقتها بالوزاره، بعلاقه نقابه التعليم الاساسي بالوزاره، لانه هم شافوا فيها نوع من الاستنقاص لما يتم سحب الاتفاقات اللي صارت مع التعليم الثانوي على على التعليم على التعليم الاساسي، هو يقول لك احنا يقعدوا معنا على الطاوله يفوضونا يعطيونا قيمه، لكن الجامعه قائمه الذات، هذا مهم جدا. لكن الحقيقه زاد نحب نقول انه لما تحجب الاعداد عن الاداره هذا ممكن يخلق نوع من المشاكل من بعد والتعقيدات الاداريه، لانه انت سوفي با باش تعطي الاعداد والفروض والاصلاحات للعائله، فما اداره ما يلزمكش تغيبها كذلك عن المشهد التربوي، لانه انت في الحاله هذه كيف فاليدي قرار المجلس العلمي في نهايه العام؟ ما فما مجلس علمي ولا سي معز، من سيرتقي ومن سيرسب؟ كيف فاليدي؟ مش الاداره هي 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 المسؤوله على الامور هذه؟ ففي الحاله هذه مهم جدا كذلك، لا ننسى انه الحقيقه معناها اللي انا جي بيان ابريسي المطالب هذه كل خاصه فيما يتعلق بك الا واحد والا اثنين والا ثلاثه، هذوما تصنيفات يعرفون في الوظيفه العموميه، لانه احيانا وقت اللي يتم تعدي على حقوق الموظفين وخاصه المعلم الحقيقه هذا مؤسف برشا، مؤذي للمعلم، لانه المعلم لازم يكون في وضعيه كومفورتابل، لازم مرتاح في امم أكيد. متقدمه تعرفوا انه عون الامن والمعلم والقاضي لازمهم يكونوا رويال مونبي باش يبعدوا شبهه الرشوه، ويبعدوا انه المعلم يمشي يقري في جراج ولا تبدا ظروفه الاجتماعيه صعبه، واذا كان معلم ماهوش هندامه جيد، معلم مش لابس بالباهي، معلم ما عندوش سياره، ما ينجمش يؤدي وظيفته. لكن الحقيقه حبيت مدام امال في المطالب كذلك الماديه تحكي على شويه مطالب اخرى
فيما يتعلق بالمدرسة العمومية، لأنه فما زحف نتاع المدرسة الخاصة على المدرسة العمومية الآن، وهذا مهم جدا. هكاك هكاك باش الرأي العام يقول الكلام ذا سون بري اونوتاج، والرأي العام ما يوليش يشيطن في المعلم، يقول لك المعلم يهمه كان في مطالبه المادية وما ينظرش للأمر. تجاوبنا مدام إيميل في 20 ثانية، تفضل مدام. بالنسبة لحجب الأعداد، حجب الأعداد أمر معناتها نقول لك تلزينا عليه، والوزارة معناتها يمكن هي التي أرادت ذلك، هي التي أرادت أن نواصل في حجب الأعداد باعتبارها لم تدعونا إلى تفاوض جدي في مطالبنا المطروحة. بالنسبة لوضعية المؤسسة التربوية، احنا معناتها في تفاوض وفي خلاف مع وزارة التربية السنة الفارطة حتى بداية هذه السنة، ومع ذلك كنا متمسكين بمواصلة إجراءات تطوير البرامج وخدمناها وصلنا واتفقنا على الوثيقة المنهجية وحطينا خطة معناتها لتحديد البرامج الجديدة وتطويرها، وكان من المفروض في شهر جانتي اللي فات نبدأ في صياغة الكتب، إلا أن جلسة العمل اللي طال مدة سنة ونصف بتمويل من اليونسكو قد تم التخلي عليه، وأصبح الحديث سويته عن المجلس الأعلى للتربية اللي هو مطلبنا له المجلس الأعلى للتربية منذ سنوات. طالبنا بمعنتها مجلس أعلى للتربية باش هو اللي يشرف على كل الإصلاحات التربوية، لكن ما راعنا كان شفنا أنه وإحنا بنين بنورمالمو تواصل معنتها الدولة، كان المفروض أن يتواصل لك العمل هذاك اللي أنزلناه، إلا أنه تم التوقف عنه وما نعرفوش شنية المشاريع القادمة. نحن مع تطوير البرامج، مع تطوير المدرسة العمومية، مع التمسك بالمدرسة العمومية، ومدرسة عمومية يحترم فيها المربي، والمربي يكون عنده القيمة الاعتبارية في المجتمع نتاعه، راهو باش يؤدي رسالته كما يجب. كيفاش نطلبه من معلم ما هوش لابس بالبال، ومعلم جيعان، ومعلم ما عندوش مصروف جيد في مكتبه، ويدخل للقسم باش يؤدي هالرساله النبيله على اكمل وجه. واضح، شكرا لك مدام ايميل رضويني الكاتبه العامه للجامعه العامه للتعليم الثانوي. كلمتين خليفه ثم مصر. انا والله الحاجه اللي عجبتني هي الطريقه الاتصاليه نتاعها، معناها يعطيها صحه، وضحت برشا امور. الامور واضحه، معناها الاولياء باش يخلط لهم الارقام هم كما قال سي نبيل تم المجلس. لا طبعا وهي كاتبه عامه مساعده، معناها حاضره في هذا الكل، وفي وضحت برشا نقاط. الحكايه الثانيه اللي فاجاتني بصراحه وفاجاتني او ميم طون، كيفاش وجبه نتاع وليدات بزوز مليمات، هي زوز فرنك تنحاوهم ورفضوهم، هي زوز فرنك تنحاوهم من العمله التونسيه مع ثم الفرنك وزوز فرنك، معناها اللي قاعد يتغذى بزوز فرنك بصراحه وين ماشيين؟ معناها خاطر انا مانيش محايد راهو مع المؤسسه العموميه والمدرسه انا بالمدرسه هذيك بنات الدوله الوطنيه، والمدرسه هذيك هي اللي خرجت رجال. اليوم كي نجي نشوفوا زاد الاوضاع، لا وزاد حاجه اخرى بالحق، معلم راهو يبدا هو بطبيعته معناها مستواه المعيشي طايح، أموره مدقدقة وهو حالته مدرشلة، راهو اللي نجيبش يقدم لك جيل باش يبنيه من جديد. راهو كيما قال سي نبيل في الدول الراقية القضاء والأمن والتعليم بمعناها اتفاق المجتمع تعطيه راهو شهرية باهية لكي تحصنه أولا بالنسبة للسلكين الأخرين من كل التلاعبات ولا رشاوي ولا غيرها، وفي التعليم زاد كان في فيليبي ازياتيك المعلم اكبر شهريه اكيد في اكيد اما كلها. انك تجي اليوم زاد ودعوه زاد باش هالسنه الدراسيه هذه للنسيان، معني بصراحه معني احنا ملي انطلقنا من تو تعبنا من الاساتذه النواب ومن المعلمين النواب واعطينا ما اعطيناش وحجبنا وما اعطيناش، والثانوي والاساسي لا والاساسي ما صارش، وبجوز فرانك يعمل في وحده والاخر ما لقاش وين يرقد وست شهور ما خلصوش، ومعلم عامل ضرب جوع خاطر كلاه الشر، انت معناها بالله يزيون يا ربي زيون جاء ربي منعوها المدرسه، راه وصلنا الى القاع معني. فما حاجه اللي نحب نذكر للمستمعين والمستمعات، اللي التعليم الاساسي فما 4589 مدرسه، التعليم الاساسي لكل بريمير راه مش اللي نشوفهم كان في المدن، تقاف الجبل تقاف البلايص اللي العباد حتى على سقاها ما توصلهاش. انا كي تمشي البيرانو معناها كي تقص كي فما زوز ويدان ما بين الطريق فوسانه ما بين الكياس وبيرانو، معناها كي تشق تخرج من الكياس تقعد قرابة ساعه غير ربع بيست، وقتها توصل غادي كي تصب شتاء البعاش نجم يتعدى فوسي ولي الاستاذ يولي يبات غادي في القسم فيك البرد وفيك الشتاء وفي كل شيء مع كل مسؤوليه. نمشي انا في مدرسه في حاسي الفريد فما عندهمش ضوء بالباتري، بالباتري يشعلوا الضوء دونك شنو عنده بيت الاستاذ كان نشوفه ممكن حتى البقره والريش متباتش فيها هو قاعد، وشنو يعمل الباتري تاع القسم خاطر ما عندوش وين يشرجي، يستعمل البطارية تاع القسم ويبات هو في الظلام باش البطارية تاع داره يعاود يخدم بها الضوء في المدرسة تاعه من غدوة.
حتى نلقى وين يسرجي العباد راهي تحكي على المعلمين. المعلمين عندنا مناضلين، المعلمين عندنا راهو عباد قاعده تعبه. العباد انا شفت الحكوك السردينه وشفت لسطه على هريسه وشفت الخبز اللي يشوف يجي نهار ونهار ما يجيش. وين المشروع تاع سينجي جلول وقت قال لي كونتين موبيل اللي باش نوصل لهم الماكله؟ وين الكلام الباهي اللي كنا نسمعوا فيه الكل؟ اما شنو قعد التلميذ يمشي على ساقيه ويتمرم ويبدا خايف من الذيب وعلى الظهر على شكل هزتهم الوديان حمله الوديان وشيء ما تغير في حياتهم. وقعد الاستاذ شادك الكرتابل بالبوت بلاستيك ويحاول يشوف كيفاش يوصلهم باش يقرك التلميذات هذوكم، وتلقاه في الراحه يمشي يعملوا لك الخبزه هذيك. كي توصل الخبزه باش يعملوا لك الكسكروت، وفي بالك الوجبه الكسكروت هذاك ممكن الوجبه الوحيده اللي ياخذوها في النهار على خاطر يخرج من 4 تاع الصباح الصغير باش يوصل المكتب 8، وتبدا قاعدين في القسم وساعات ما يخرجوش من القسم على خاطر ما فماش سور، ويبداو قاعدين ويهجم عليهم الذيب والخنزير وكذا وكذا. مع هذا كل مش عايشين ما نشوفوش المدارس نتاعنا هنا، نشوفوا لهناك يقولوا 4589 مدرسه، راه فما قرابه 30% نتاعهم شاقلين في الجبل مينيمم اللي نحكيو عليه، وبعد ياخذ في 250 دينار وياخذ في كسكوت بوز فرنك. وسامحني ولا هنا نحب نذكر ولا هنا نحمل مسؤوليه للوزاره، اش معناه يتخلف وزير على الاجتماع؟ كان عنده مجلس وزاري حسب الوزاره نبدلوه مش بنعملوه. والحاجه الثانيه نحب ولهنا زاد فما ضغط كبير على الجامعه الاساسيه، خاطر شفنا ردود الفعل بعد الاتفاقيه تاع جامعه التعليم الثانوي وبدات حمليه الانشقاق وكل شيء. كيقولوا احنا متمسكين والجامعه باش تمسك اكثر منهم، خاطر ما يحبوش يتعداوا بنفس الازمه تاع جامعه التعليم الثانوي. 10 ثواني وفي الوقت. لا ما نطولش عليك برشا، حاب نقول لك انه جيش التبشير هذا اللي يسمي روحه جيش التبشير الحقيقه اكثر ناس في تونس مظلومين للامانه راه، والمعاش في الارياف ما يعرفش الحقيقه هذه. ممكن خليفه ينجم يعرف ينجم يجاوب، لاني انا نعرف معلمين يعيشوا في روس الجبال وقت اللي يبدا هكا فيضانات تقطع الطرقات يقعد بالجمعه ما يهبطش الجمعه ما يهبطش في الخبز اليابس باش يقري ولاد الناس. الحقيقه نحب نقول انه الوزير هذا ملام لانه هو اصله ولد المنظومه التشغيلي ولد الاتحاد ونقابي، واكثر من ذلك حوار اجتماعي ما يجيبش يكون حوار اعرج. إذا كان حوار اجتماعي من طرف واحد، حب من طرف واحد عمره ما ينجح. حب من طرف واحد عمره ما ينجح، وإحنا نحبوكم وإن شاء الله يكون حبنا لكم مش من طرف واحد. السادة المستمعين والمتابعين لديوان فام، آخر أخبارنا على ديوان فام صوتكم، راجعين في ناس الديوان. مرحبا.